قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. والمعنى أن من رزقه الله عز وجل حفظ شيء من القرآن عليه أن يتعاهده، أي يستديم دراسته وتلاوته وحفظه ومراجعته وما إلى ذلك مما يكون سببا في ثباته في الصدر. تعاهدوا القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده. هذا قسم اشتهر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كثر قوله منه عليه الصلاة والسلام. فوالذي نفسي بيده لهو، الضمير هنا عائد على القرآن، عائد على القرآن، لهو أشد تفصيا، تفصيا أي تخلصا، تخرجا، ذهابا، لهو أشد تفصيا من الإبل. الإبل أشد الدواب الإنسية نفارا، أشد الدواب الإنسية نفارا، لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. العقل جمع عقال، وهو ما يعقل به البعير في يده، ما يعقل به البعير في يده، فما إن تفك عنه عقال إلا وقد نفر وابتعد عنك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يضرب المثل من البيئة المعروفة في حياة الناس آنذاك، فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. قال بعض العلماء، وأنا أنقله ولا أستطيع أن أجزم به، قال: إنما كان القرآن أشد تفصيا لأنه ليس من كلام البشر الذي ألفه الناس. نحن نوافقه أن القرآن كلام الله، هذا لابد من الإيمان به، هذا من الدين، هذا معتقد. القرآن كلام الله تكلم به على الوجه الذي يليق به جل وعلا حقيقة، وجاء به جبريل من رب العالمين إلى محمد بن عبد الله خاتم المرسلين. لكن قول هذا الإمام العالم أن الذي جعل القرآن يشتد تفصيه عن صاحبه إن لم يتعاهده أنه ليس كلام البشر، فلا تألفه، فلا يؤلف كما يؤلف كلام البشر. بمعنى هو أراد أن يقول أن الإنسان قد لا يحتاج إلى مراجعة قصيدة حافظها كثيرا، لكنه يحتاج إلى أن يتعاهد القرآن، لأن القرآن أشد تفصيا من الإبل في عقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن أمسكها بقيت وإن أطلقها ذهبت. فهذا من جنس الحديث الأول في المبنى والمعنى، وهذا يجعل المرء يتعاهد القرآن مرة بعد مرة. جاءت أحاديث أخرى تعين على الموضوع. الإنسان أحيانا يحفظ آية، يحفظ سورة، ثم لا يلبث أن ينساها، كيف يعبر عن ذلك النسيان؟ جاء التأديب النبوي، نقول أنسينا آية كذا، ولا نقول نسينا، نقول أنسينا ولا نقول نسينا. ما المراد بلفظ النسيان هنا؟ أكثر أهل العلم يحمله على النسيان المعروف، وذهب سفيان بن عيينة رحمه الله إلى أن المقصود الترك، المقصود ترك العمل بالآية، فهو يقول إنه لا غضاضة على الإنسان إن نسي السورة، لكن الغضاضة تقع إذا كان الإنسان يترك العمل بالسورة، يترك العمل بالقرآن. واحتج بأن الله عز وجل قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أصحابه يقرأ آية فقال رحمه الله: ذكرني آية أنسيتها. فالحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسي أحيانا بعض القرآن، هذه حجة سفيان بن عيينة. وقال بعضهم يؤيده إن ظاهر القرآن يؤيده في كلام العرب، فإن الله عز وجل قال: نسوا الله فنسيهم، والمعنى تركوا الله فتركهم، فيأتي النسيان بمعنى الترك. هذا مجمل معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن.